كتوقع كارثه هنايا. الفران كيضرب الفران فوقي راه كيشبروا حتى تحت. جوج ثلاثه د الليل هنايا في كوديا كيصرف. ملي كتشوف الواجهه ديال المواحقه انا راها مصلوحه، ولكن ملي كتدخل الاحياء راه كتجبر على ما. انا راه قلت ديال الجامعه قلت له اجي دوز حتى من هنا كاع تسكن دوز عا في الشتا دوز لا لا رجلك. والعداله كتصاوب هي للناس ديالها، كاين الناس اللي جابوا له الطريق حتى للدار ديالو. المشاكل اللي كنعاني بهم هنايا هذا الجبل هذا كيبقى يريب في الشتا، ملي كتقطع تحت الشتا كيبقى يريب الجبل كامل. واحد الشيء العاد فاش كانوا هنايا طاحوا كاملين هنا، غلقوا الطريق حتى الطونوبيلات ما بقاوش كيدوزوا من هنا. عادك جيت حفر زوجت هذاك العاصفه تما عادك فتحت لهم الطريق باش يبقاو يدوزوا من هنا. البلاصه دي خايبه، تمن ادم كيكون دايز من هنا كيخاف على راسو، عندك حتى حدا شي حاجه من اي مش. الدنيا كتكون مغيصه، الطونوبيلات كيبقاو يزلقوا خاطر هنايا وصافي في هذه الزنقه هذه، وما كرهناش الطريق هذه اللي عادلو يعاودوها يزولوها. شي حوادث خايبين، بنادم كيتقطع له فران، مواطر كيتقطع كيجيو تاحت، طونوبيله من هنايا رجعت تاحت على حسب هاد العقبه هادي خايبه، ما كرهناش يعاودوها. وهاد الجبل هذا ان شاء الله يعاودوهن، فهمتي. هنايا عاوتاني فهاد البلاصه ما عندناش الضو، فهاد ديال المقبره تما السرقه كتوقع، بنادم كيسرق وهادي قريزه واش هاد اي جوج ثلاثه د الليل هنايا في كوديا كيسرقوا. اي البارح ود البارح سقت الخبر هنايا فهمتي، ودابا كنقول صافي نعرف اجي اخر يجريزي لك حدا باه يوسخ لك الحومه ديالك. الثاني هو هذا الطريق هذه، بقينا كنطالبوا بالطريق طريق، نهار اللي جابونا الطريق عملوا لنا الطريق جاوهمونا بها وصافي، ما كاين لا طريق لا شي حاجه، هي تاهي راه كترب من هنايا، والطوموبيلات كيزلقوا العول كيكونوا كيلعبوا صغارين هنايا، راه كتوقع كارثه هنايا. الفران كيضرب الفران فوقي راه كيشبروا حتى تحت. الازقه ديال الحي هنايا، اذا جينا نشوفوا الازقه ديال الحي ما كاينش الاصلاح مره، ملاعب القرب ما كاينش مره نهائيا، مغوغه هاد الجهه هادي راه مقصيه مره، مشروع طنجه الكبرى ما كايناش. نهار اللي كنهضروا كنحضروا اللقاءات حنا كفاعلين جمعويين، كيقول لك بان مغوغه خدات اكبر نصيب يعني من الاستفاده من مشروع طنجه الكبرى. هما ملي كيذكروا مغوغه كيذكروا لنا الطريق ديال تطوان، ملي كتشوف الواجهه ديال مغوغه حقا راها مصلوحه، ولكن ملي كتدخل الاحياء راه كتجبر على ما اخر، راه ماشي مغوغه راه كارثه عندنا هنا. الاناره ما كايناش الاناره، الازقه ماشي مصلوحين، ما كاينش الفضاءات الرياضيه للاطفال ما كاينينش، ملاعب القرب ما كاينينش، المساحه الخضراء ما كايناش، ما كاين حتى حاجه. حنا اذا بغينا نجلسوا في الرياض خصنا نهودوا حتى الحومه تشوك باش نجلسوا في الرياض، بغينا نخرجوا ولادنا خصنا نخرجوا مغوغه باش نخرجوا ولادنا. الاراضي الجماعيه هنايا دالعه كامله اراضي جماعيه، وما كاينش اللي غيخدم، حنا خصنا اللي غادي يخدم، اللي غيخدم ما كاينش. المسؤولين كنحضروا اللقاءات معاهم كاينه وعود، ما كاين حتى شي حاجه، مجرد كلام. ملي كتجي الارض الواقع راه ما كاين حتى شي حاجه، كاين الوعود يعني اللي كان كل مره تسمع يعني غادي نجيو غنعملوا غنفعلوا غنتركوا، ما كاين حتى شي حاجه. هادشي اللي كاين. حومه الجندي من هنا ودارت حتى السيد كامله الزناقي سمحوا فيهم وعدلوا غير الجناب، اما الوسط خلاوه خاوي ما عرف العداله كامله. انا راه طلعت حتى الولايه وقالوا لي جيبوا الناس نشوفوا هذا الزناقي اللي وهذا اللي سنا مع هذا السيد المهندس اللي سنا معاه بانه سالا، راه ما سالاش. هذا الزناقي كتشوفوا فيهم من هنا دوز هذا الحي هذا دوز بحالك حتى السيد، راه بزاف ديال الديور اللي ما معدلينش هنايا الزناقي وكل شيء ما عدلوش، والعداله كتصاوب هي الناس ديالها. كاين الناس اللي جابوا له الطريق حتى للدار ديالو وما كملوش، جابوا غير الطريق ديال الناس ديالو صافي. وحنايا راه كل مشاو ننسى، هادو راهم شكايات، هذه شكايه للجماعه وهذه شكايه لعند الوالي وما داروا معنا والو. اما الزناقي هادو راه انا سكنت دابا جايه 18 سنه وانا ساكن هنا، وهاد الزناقي ما بغاوش يعدلوه مره، وانا انا بيدي رانا كنتشكى انا وهاد الجار هذا. ملي كطيح الشتا الخاوه ما تقدرش تدوز من هنا كاع، وهاد الناس يشهدوا هاد الناس كيفاش دايره الزنقه ملي كتكون الشتا. انا راه قلت ديال الجماعه قلت له اجي دوز حتى من هنا كاع تسكننا دوز عا في الشتا دوز لا لا رجلك. صورتها كولور من الراس للتحت كامله وديتها للجماعه وديتها صيفتها للوالي، والو راه ما داروا معنا والو. الشمكار هنا كيضلوا كيدير راه البوليس ما كيدخلوش لهنا، راه حنا ما كنعسوش، راه هيت انا باش نمشي نتشكى عند البوليس باش يكون هاد المشكله، راه ما كاين حتى واحد، لا انا لا هاد الجار هذا لا الجار الاخر، هاد القنت هذا ديما كيعمروه، والضو بعد الزناقي كاينه ما فيهم لا ضو لا والو، وانتوما كتشوفوا.
كل شيء محروق، ولا تحرقت سير من 6 شهور ولا 7 شهور عادي عدوا. لا لقنا ديالها. وكنتمناو هاد الناس هذو يهديهم الله يعدلوا لنا هاد الشيء هذا في أقرب وقت إن شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.